إتمام أحكام الزكاة مسائل متفرقة مهمة متنوعة. بما أننا ذكرنا البارحة أن الزكاة لا تدفع للأصول ولا للفروع، لا للآباء ولا لأمهات ولا أجداد ولا للأبناء ولا لأولادهم، كذلك لا تدفع الزكاة لبناء مسجد أو لتكفين ميت أو لقضاء دين عليه. فبعض الإخوة أحياناً لا يدري أين يضع زكاته، فيأتي إلى المسجد فيجد صندوقاً فيضع فيه الزكاة ويمضي. لا تصح لا زكاة المال ولا زكاة الفطر لصناديق المساجد يا أيها الأحبة، إلا إن اشترطوا على مسؤوليتهم أمام الله وكتبوا هذا الصندوق مخصص للزكاة، وتلك مسؤوليتهم ومحاسبتهم أمام الله تعالى إذا كان يصل فعلاً لمستحقي الزكاة. أما للمسجد لشؤونه لتوابعه لخدماته لا تصح الزكاة لهذه الأشياء. يحرم كما ذكرت البارحة على غير المستحق أخذ الزكاة. إذا كان الإنسان يعرف أنه لا يستحق الزكاة يجب أن ينبه غيره فيقول يا أخي لا تعطني منها أنا لا أستحق، وينبغي أن يسأل من يعطيه عن النوع المال لعلكم تذكرون البارحة. المسألة الثالثة، يجوز التوكيل في دفع الزكاة. بمعنى ما أعرف أنا بعض فقراء كثيرين، أعرف فقيرين أو ثلاثة وعندي مال كثير أريد دفعه للزكاة، يجوز أن أوكل؟ نعم لا حرج، لكن تثق بأمانته ودينه فتوكله بأداء الزكاة. الوكيل نفسه يجوز له أن يوكل غيره أيضا. بمعنى وكلت إنسانا فوكل هو إنسانا ثالثا، لا حرج هذا في هذا إن شاء الله تعالى. أنا أقول يا أحبتي، لكن بالنسبة لهذه المسألة، لكم أتمنى منكم جميعا إذا كان أحدكم تجب عليه الزكاة أن يخرج بنفسه فيرى الفقراء ويعطيهم. قال الله تعالى ولكن ليطمئن قلبي. بعض الناس يشك، اللي وكلته دفع، اللي وكلته أكل، اللي وكلته صرف، اللي وكلته دفع للمستحق. يا أخي أخرج أنت حتى يرق قلبك، حتى تلين نفسك، حتى تتواضع لله، حتى تترك الكبرياء، حتى ترى الفقراء فتتحسن نفسيتك وتقدر نعمة الله عليك. أخرج إلى الأحياء الفقيرة بنفسك أو بمعية صديق لك، فانظر إلى الفقراء واعرف أحوالهم وأدها بنفسك، هذا أفضل. حلي المرأة كثيرا ما نسأل عنه، الذهب الذي تتحلى به المرأة. ذكرنا منذ أيام نصاب الذهب وعرفتموه جميعا، وقلنا هو 72 جراما من الذهب. إن كانت المرأة تمتلك أكثر من 72 جراما فهل يجب عليها الزكاة أم لا؟ أهل العلم في ذلك على قولين. قول إمامنا الشافعي رحمه الله تعالى لا تجب عليها الزكاة إذا كان هذا الحلي زينة لها، وسأفصل قليلا. وقول إمامنا أبي حنيفة إن كان الذهب عندها وبلغ نصابا تجب فيه الزكاة، سواء كان للزينة أو لأي سبب آخر، بلغ نصابا تجب الزكاة. لأن عند إمامنا الشافعي لا تجب الزكاة فيه إن كان فعلا للزينة. بمعنى أنا الذهب لي ألبسته زوجتي لكنه ملكي، يعني غير المليكة، بحكي بالعامي مشان ما حط له الصورة تتضع. المال اللي نسميه بالعامي مليك هذا ملك الزوجة مو ملكك أنت، ما بحق لك تصرف بقرش منه، ملك الزوجة أنت الذي أعطيتها إياه مو هي، أنت ملكتها إياه فهو ملكها، بالتالي هي مالكته وهي المسؤولة عنه. المهم مال آخر اشتريت به ذهبا قلت لزوجتي البسي، هذا المال مالي، فهذا واضح أنه يجب عليه الزكاة فيه. الآن مال للزوجة نفسها من سميم ليكة أو من أهلها أو من أي سبيل آخر، كما قلت عند إمامنا الشافعي لا تجب، عند أبي حنيفة تجب. من نقلد؟ نقلد أبا حنيفة في هذا الحال إذا كان للمرأة دخل يأتيها، بمعنى موظفة، معلمة، تشتغل بنوع من أنواع الأعمال، التجارة مما أباح الله تعالى كذا، يأتيها دخل ينبغي عليها أن تدفع الزكاة قولا واحدا. لا يأتيها دخل،
مصروفها من زوجها وما عندها غير هذا الذهب، هل تستطيع أن تقلد الشافعي؟ أقول لعلها إن شاء الله تعالى، لكن بشرط أن لا يأتيها دخل أبدا، لعلها في ذلك مخرجا إن شاء الله. هل يجوز نقل الزكاة إلى بلد آخر؟ كثير من أحبتنا وأقاربنا صاروا في بلاد الدنيا وأصقاعها، فهل يجوز أن يرسلوا بزكواتهم إلى بلدنا أم يدفعوها في بلدهم؟ لعل قائلا يقول بلدهم بلد كافر، نعم، لكن فيه من المسلمين ما يزيد على أعداد بلادنا صار في هذا الزمان العجيب، في كل بلاد الأرض صارت مملوءة بالمسلمين. المهم، الأصل يا أيها الأحبة أن كل بلد ينبغي أن يدفع أهلوه لأهليه، أهلوه لأهليه، أغنياؤه لفقرائه، فهذا هو الأصل الشرعي. لكن في مذهب أبي حنيفة، وهو قول جميل ووجيه، أن الفقر إذا كان أشد في بلد من بلاد المسلمين، أو كان لهذا المسلم أرحام وأقارب في بلد آخر، جاز نقل الزكاة من بلد إلى بلد. وعليه بناء على هذه الفتوى، يجوز لإخوتنا المسافرين أن يرسلوا بزكواتهم وصدقات فطرهم إلى بلدنا، على أن تصل زكاة الفطر من باب الفائدة قبل العيد. المهم، لأن هنا أحوج مثلا، أو لأن هنا أقارب وأرحاما لهم، فيجوز نقل الزكاة بعون الله. وجبت الزكاة عليك في رجب، إلى متى تدفعها؟ بعض الإخوة يقسمها على 12 شهرا ويقول لي أدفعها رواتب. ما يصح هذا يا صديقي، ما يصح هذا. وجبت عليك في شهر رجب، تعذر في شهر رجب وشهر بعده. أما أن تقسمها على 12 شهرا فهي من الواجبات الشرعية التي لا تؤخر. الصلاة لا تقسم 12 وقتا، ولا يقسم وقت الفجر إلى وقت العصر، وقت الفجر فجر، وهذا وقت الزكاة، شهرها وشهر بعدها لا حرج. أما على مدار السنة أقسم الزكاة لا، لكن إن أردت مخرجا، كثير من الإخوة يقول والله أنا بدفع الزكاة مشان ما يصرف الفقير لأني ما بيعرف يتصرف. بالعام باختصار الجواب، قدم زكاة سنة قادمة، وهذا يجوز وسأذكره الآن. بمعنى الآن عام 42 و400 و1000 1442 هجري، وذكرت لكم الزكاة على الهجري لا على الميلادي، وإذا أردت إخراج على الميلادي تزيد عليها حتى يعني يخرج الفارق. المهم، تقول أدفع الآن زكاة عام 43 و400 و1000 وتدفع للفقير، فهذا يجوز أن تقسمه، لأنها في الأصل زكاة مسبقة عن عام قادم. قال ليش يجوز تعجيل الزكاة؟ الآن عم نحكي تأخير لا يجوز، أما تعجيل إلى الأمام يجوز، يجوز إن شاء الله تعجيلها. وبالتالي في هذا مخرج لمن أراد أن يقسم زكاته أقساما، في هذا مخرج له لمن يريد فعل ذلك. إنسان أعمى الله قلبه والعياذ بالله وطمس على بصيرته، لم يؤدي الزكاة، بعد 10 سنوات تذكر، تاب إلى الله، بدأ يصلي، هل سقطت زكاة السنوات العشر عنه؟ لا، لا، ويجب عليه أن يؤدي زكاة 10 سنوات سابقة، لأن في الزكاة حقين، حقا لله وحقا للفقير. أما الصلاة فهي حق الله، أيضا تقضى الصلاة، لكن الزكاة أيضا تقضى، والزكاة أولى بالقضاء، لأن فيها حقين، حق الله وحق الفقير، فتبقى دينا في عنقك، ما كنت تؤديها ستؤديها. مات الإنسان، مسألة جديدة، هل يجب أن تدفع الزكاة من تركته أم سقطت عنه؟ جمهور أهل العلم قال لا، لو استغرقت الزكاة تركته كلها لأخذت الزكاة وذهب أولاده إلى الهواء، هذا حق الله وحق الفقير. فمن يدفعه الشيطان الخبيث، الشيطان الخبيث، الشيطان والخبيث إلى معصية الله فليتق الله، هذه القضايا لا تهاون فيها. نعم، إنسان كان عنده مال أثناء العام، فجاءته هدية من إنسان، كان عنده 5 مليون
لسبب ما يا أخي ورث، توفي قريب له فورث 20 مليونا. متى ورثها؟ قبل أن يدخل ينتهي عامه حوله بشهر واحد. يعني هذه 20 مليون التي جاءته لم يمضي عليها إلا شهر واحد وضمت إلى ماله فحال عليها الحول، رغم أنها مضى عليها شهر واحد. ماذا يفعل؟ قال يضمها إلى حوله الأول ويزكي عليها. قال ما مضى عليها لسه في ملكي عام كامل. نعم هذه تضم إلى أصل المال فيحسب زكاتها ويؤديه إن شاء الله. وكلني إنسان آخر مسألة بدفع الزكاة، هل يجوز أن أخذها لي؟ إن كان هذا الإنسان فقيرا فللأمر تفصيل، وإن لم يكن فقيرا فهو معلوم أنه لا يجوز أن يأخذ. إن كان فقيرا أكثر أهل العلم قال لا يجوز أن يأخذها لنفسه إلا أن يستأذن دافع الزكاة، يقول له أنا أخذ منها أنا مستحق، انظر إلى حالي أنا مستحق، البخجل تخجل لا تأخذ، يجب أن تستأذن مالك. لو كان يعتقد أنك فقير وتستحق الزكاة لقال خذ، هو لا يظنك فقيرا أو لا يعتقد بفقرك، لا يصدق فقرك، قال شلون وكلني، ذاك أمر آخر سله هو. لذلك إن أخذت كنت وكيلا لا تأخذ لنفسك إلا أن تستأذن، إن استأذنت حيها لك، إن لم تستأذن لا يحل لك. لأن لأولادك وأقاربك وأرحامك دون استئذان إن كانوا فقراء يحل الدفع ولو لم تستأذن، أما لنفسك فالشبهة قائمة، قد يدخل الشيطان فيقول أنت مستحق خذ تستأذن. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم صل على